من داخل كنيسة القديس نيقولاوس، هكذا بدأ مشهد تحضير هذا السحور الرمضاني في ليلة القدر. بليلة القدر حبينا انه يطلع الافطار للمساجد وللمناطق المتضررة من كنيسة المزة. طبعا نحن يعني في رسالة حابين نوصلها، انه نحن كشعب لسه عايشين مع بعض ولسنا متعايشين، نحن عايشين وفئة واحدة. وسحور الجامع اليوم راح يطلع من الكنيسة، عم يشارك معنا طبعا اليوم فريق الكنيسة من الكشافة، عم يشارك معنا في الشباب من فريق مجد 2020. نحن تقريبا 150 متطوع هلا موجودين على الارض عم يشتغلوا، عم نجهز حوالي 10,000 وجبه سحور. راح تتوزع هاي الوجبات على عده مناطق بين دمشق وريف دمشق، بعده مساجد وعده اماكن، منهم الديابيه والحسينيه وعلى عده مساجد ضمن محيط دمشق. الفعاليه تسهم في ترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وتؤكد على اهميه دور الشباب في العمل التطوعي. هي السنة يعني برغم من الظروف اللي عم تمر فيها البلد، حبينا نجتمع مرة تانية لحتى نثبت انه نحن عايشين سوا، وعلى الرغم من كل شيء عم بيصير عم نقدر نساعد العالم. فريقنا وسنبقى في عنا كتير مبادرات على مدار السنة. اول يعني اشهر مبادرة بتصير على مدار السنة هي مبادرة كسرة خبز. هي المبادرة بنعمل فيها فطور وسحور. هي السنة والسنة اللي قبل كنا عم نعمل سلات غذائية ونروح فيها على المناطق الفقيرة بريف دمشق. كمان عنا بعد رمضان في عنا على العيد نعمل كمان حلو عيد، وكمان مشان انه تياب او يعني اعانة الاطفال. على مدار السنة خارج رمضان كمان في عنا مبادرات، سواء انه نروح على دار ايتام او على يعني مساعد الاطفال. جمعية كنا وسنبقى او مؤسسة خيرية، هي يمكن سابع او ثامن سنة نحن كل ليلة قدر بتم تحضير افطار اخواننا المسلمين داخل كنيسة مسيحية. هذا الشيء صفي عرف اكثر من ما هو عادي، فهذا الشيء وراءه في كثير ابعاد حلوة، انه نحن بتم تحضير سحور لمسلم داخل الكنيسة المقدسة. المبادرة يعني لقيتها من أحلى المبادرات، لأنه شيء عم يطلع من الكنيسة للجامع يعني شيء حلو بيشبه سوريتنا. بشكرهم كتير على الشيء اللي عم يعملوا، بشكر كل الفرق اللي موجودة واللي عم تشتغل. هذا الشغل من قلبه رب، في ناس من وقت الفطور فطرت هون وكملت شغل. مشكورين، وإن شاء الله كل سنة وكل الوقت يعني ما يوقف بس برمضان، هذا الشغل يستمر لأنه في كتير ناس بتستحق وبحاجة هذا الشغل. مبادرات كثيرة في أيام الشهر الفضيل يؤكد خلالها السوريون أن رمضان هو شهر الخير والرحمة واللقاء مع الآخر.